كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالي البسيطه والمتواضعه. اليوم غادي نصايب واحد البخاخ للشعر بروتيكتور تيرمو بروتيكتور للشعر، نعملوه قبل من لو سيشوار البروشينغ وقبل من لي بلاك، قبل مثلا حتى لي بابيليز، باش نحصلوا على واحد الترطيب، واحد لو ليساج اللي هو يكون بارفي. كنعاونوا به الناس اللي عندهم مثلا الشعر شويه مجعد وكيبغيو انهم يحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مزيانه، كيكون عندهم واحد الصعوبه. هاد لو سبراي هذا البخاخ، هاد الرشاشه اللي غادي نديرو، غادي يكون عنده واحد المفعول رائع، حيت غادي نعدلهم بحد المكونات اللي هما عندهم واحد لفي امبيكابل في لو ليساج ديال الشعر. بنات سبراي وهاد السيروم اللي كنت صايبت ديجا هادي شي 3 ايام، الفرق بيناتهم بسيط، بجوج بيهم هما بروتيكتور للشعر كيتستعملوا قبل من الحراره اون جينيرال. الفرق هو ان هاد السبراي هذا غادي نصايبوه بمواد اللي كتطلق الشعر، المفعول ديالها مع الحراره ديال لي بلاك ديال السيشوار غادي يطلق الشعر. بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر مجعد كيعذبهم في الترطيب. المكونات غادي نحتاجو زيت الكوكو، زيت اللوز الحلو، هذاك الملين اللي كنت صايب ديجا غادي نخلي له اللين ديالو لتحت في صندوق الوصف. اللي ما عندهاش هاد الملين ما صايباتوش مثلا، تستعمل اي ملين عندها في الدار، ولكن هاد الملين راه هو طبيعي مصايب زبده شيا غادي يكون احسن. عندنا الماء معقم، كنسخنوه كنغليوه كنخليوه يبرد. بالنسبه اللي ما بغاتش تستعمل الماء وبغات مثلا شي ريحه مزيونه للشعر ديالها، تستعمل الماء ديال الورد. انا غادي نستعمل غير الماء عادي. الفوائد ديال اللوز الحلو للشعر: كيقوي الشعر، كيحيد ديك التعرجات ديال الشعر، كيحمي من التساقط، فيه العديد من البروتينات والمعادن، مزيان بزاف للفروه، ندلكو به الفروه ديال الشعر، كيحيد الخلايا الميته، كيقضي كذلك على الجراثيم والبكتيريات اللي كاينه في الفروه، كيرطب الشعر بحد الشكل رائع. والاستعمال ديالو مع زيت الكوكو حتى هو لا هضره عليه وعلى الفوائد ديالو. بعد زيت الكوكو ما خصو يخطى حتى شي بنت بصراحه، للشعر، للبشره، للجسم، اي منطقه ضروري ضروري ما يكون عندكم ديما نستعملوا الشعر مزاون بزاف للشعر. كومباند ويل مثلا نديرو للشعر ديالنا ونغطيوه ونخليوه جوج سوايع ما نفوتوهاش. البنات ديما كنأكد على هاد النقطه هادي، كيرجع الشعر رطب، كيلمع، كيطلق الزغبه، كيخلي واحد الريحه كتحمق في الشعر. جادور جادور فريمون، سي امبيكابل. غادي نبدا على بركه الله. غادي ناخذ هاد الماء هذا، القريعه هادي انا عمرتها واحد شويه وخليت واحد شويه خاويه باش نعمل ديك المكونات. بسم الله. غادي ناخذ نص معلقه صغيره فقط، ما نكثروش منه باش ما يخليناش الشعر ميدم. نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو، نص معلقه صغيره، ما نكثروش البنات باش ما يخليناش الشعر عاوت مزيد. نص معلقه صغيره، ومعلقه كبيره، معلقه كبيره ديال زيت الكوكو. صافي، وغادي نحركوا هاد المكونات. سبراي البنات واجد، غادي يعجبكم بزاف، كيحمي الشعر، كيرطبو، كيعطيه اللمعان، كيحميه من الحراره كما قلت. نستعملوه الا كنا خارجين للشمس، كيحميه من اشعه الشمس الضاره. وهذا هو السيروم، نستعمل واحد فيهم
غادي تحصلوا على نتائج رائعه باذن الله. جربوه البنات وردوا عليا في تعليق. بالنسبه للناس اللي كيشوفوني اول مره اشتركوا في القناه باش يوصلهم ديما الجديد ديالي. وخليتكم البنات الف خير، تهلاو في راسكم.